ايه عبد الرحمن ميلا حبيت فرنتي نتلقى دابات لهنا خاطر نحب زاد الناس اللي تبعت مستقبل جابس تعرف الوضعيه اللي استلمنا فيها مستقبل جابس على الاقل على مستوى اللاعبين. نحب نصارح الاحباء اللي هو لقينا في قسم في معنا صنف الاكابر اربع لاعبين سو كونترا، اربع لاعبين فقط، اربع لاعبين فقط، معناها تنجم تقول حتىش نهار اللي بدينا احنا نخدموا عندنا اربعه وفيهم واحد كان عنده وعد تاع ريزيليسيون كونترا، دونك ريالمون دونك ثلاثة، وانت تعرف شكون ثم عندك افكتيف يلعب على الصعود، معناها لازم تكون ثم كفاءات، لازم تكون ثم دونك كيف ما سمالك سي غسان معنا المنهجية اللي خدمنا بها. ومن بكري انت زاد حكيت شوية على الشبان، ركزنا على الشبان، حاولنا نعطوا ثقة لأولادنا اللي هما معناها عندهم الخصال وعندهم معناها الكفاءة التقنية معناها الكافية باش نجموا يلعبوا معناها في صنف الأكابر في رابطة محترفة ثانية، ودعمناهم معناها ماشيين في السياق هذايا بالاستشارة. اللاعبين نتاع خبر بالضبط، اللاعبين نتاع خبر وناس افيكاس ورينومي معناها عندهم اسمهم ولا شك ولا جدال فيه. جوست حبيت نزيد النقطة هذه خاطر مهمة برشا باش الأحباء يعرفوا الوضعية اللي جينا عليها مستقبل جابس. ما نحبش أربعة لاعبين فقط تقريبا، خط نجم نقول فعليا ثلاثة هذه المهم، معناها ثم ناس عقودهم منتهية، ثم ناس اللي هما كانوا يلعبوا رابطة محترفة عرفتك نتاع كونترا عام ويل صعب. من خلال الاخ اللي يتكلم من فرنسا ولا حتى المحبين اللي يتكلموا في من هنا من داخل حدود الوطن، نحب نحييهم الكل. نعرفوا اللي ثم فيهم برشا يدعموا فينا، خاصه اميكال زازا اوروب، انا اللي هو الهيكل اللي يلم محبين مستقبل جابس خارج حدود الوطن، وكيف كيف محبين مستقبل جابس بيان سور في جابس. نحب نذكر اللي عندنا لجنه فنيه، الاخ سال على المدرب سي غسان، اعطيه السي في نتاع الانترونور اللي وقع عليه الاختيار، لكن نحب نذكر زاد اللي احنا في التمشي نتاعنا الجديد في جمعيه اللجنه الفنيه تعدت عليها عديد الاسماء، وقع تداولها، انا حضرت على مداولات في صلب اللجنه الفنيه على بعض الاسماء لا داعي في ذكرها تبعك خاطر وانتم اكيد راكم تبعتوا معنا يمسيرش اعطينا لا لا خطرت انتم كنتوا سباقين ساعات نسمي سامي فوزي الرويسي حسن جيرسي برشا اسامي خرجت معناها ولحد سمعت بها جويلي نتاع الاتحاد اي نتاع المسير ثم برشا عديد الاسماء طرحت وقع تداولها وتدارسها، معناها كيف ما حكي سي غسان على البروفيل اللي وقع اختياره وحنا بصير اتفقنا معاه معنا على طريقه العمل من بعد، لكن حبيت نذكر اللي ثم لجنه فنيه كل ما هي قرارات فنيه ما نجموا نتعدوا حنا القرار الاداري الا بعد ما يتعدى على لجنه فنيه وتعطي الابروباسيون نتاعها فقط. هو خاطر سال قال شكون اللي اختار كذا، خاطر ناس تفهم في الكره ممكن اكثر منا بيان سور بخبرتهم بحكم معناها هما ولاد دومين، دونك تعدينا باللجنه الفنيه في قرار هذاته وحتى الانتدابات وكل شيء، معناها حبيت نركز على النقطه هذه على خاطر ماهيش باش بالحرمون ماهيش اختيارات اعتباطيه ولا اللي قد تروح تتقارن ممكن تعطي الاسامي فوزي وسمير وكريم تولي ممكن حتى الناس تعرف شنو شنو فما دي كونترا ثم كيفاش شكون ديجا عنده كونترا، وفما برشا ناس الحق احنا فخورين وان شاء الله حاجه باهيه، ثم ناس اللي هو ديجا اون كونترا مع جمعيه نتاعها، وثم ناس قال لك مستعد اني نعمل ريزيليسيون ونجي انا حاجه باهيه هذه ان شاء الله نكون نوفقوا في اختيارنا ويكون المدرب معنا يكون عند حسن الظن ويعطي ريزلتا باهي. بالنسبه لي جون نقطه الشبان ذكرت برشا مرات وهذه معنا حديث ساعه وحنا نؤمن الباز تاع الخدمه باز اي جمعيه بالنسبه للفرع الشبان معناها باذن الله ماشيين قدما، اما الريزلتا نتاعهم ما تجيبش تشوفها اليوم ما تجيبش تقول نلعب سينيور كلهم ليجان خاطر هذا الريزلتا نتاع معناها دي جينيراسيون فايتين، ان شاء الله عاملين استراتيجيه كامله معناها باش نحسنوا لهم الظروف نتاعهم نوفروا لهم الدعم المادي كامل. بالنسبه للاطار اللي هو باش يكون يدرب كما قال سي غسان بالتنسيق مع المشكورة المندوبيه الجهويه معناها المندوبيه الجهويه اللي هم وفروا لنا قائمه في الناس اللي هم اكفاء معناها في تدريب الشبان، وبالتنسيق مع الرئيس فرع الشبان باش يتم اختيار معناها القائمه الكامله بالنسبه اللي هم باش يكونوا في تدريب صنف الشبان.